شيخنا، ما الموقف من السيوطي وأمثاله؟ أرى مقاطع للشيخ توضيح أقوال السيوطي تصل للكفر. ثم في حاشية كتاب الأربعين في التوحيد يورد كلاما لها. طيب، السيوطي في عقيدته خلل، هو أشعري وأشعري وصوفي، فعنده خلل في العقيدة وفي عنده خلل في السلوك. لكن هو من حيث علمه في الحديث النبوي عنده علم جيد، عنده علم واسع في الحديث النبوي. فنحن إذا كان الإنسان عنده علم في مجال وعنده خلل في مجال آخر، فلا نهدر علمه في المجال الذي أتقنه. يعني أحسن الله حتى إليكم. لا يقتطع الكلام، والذين يعني بعض الناس ممكن ما شاهدوا الحلقات، الذي السيوطي يعتقد أولا هو يرى الاستغاثة بغير الله، كان يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم، طبعا يعتقد معتقدات الأشعرية، هذا شيء معروف، يعتقد بجواز الرقص ويؤصل لمسألة الرقص، يعتقد أن الإنسان يكون بأكثر من مكان في وقت واحد، يعتقد أن الكعبة كانت تدور وتطوف حول بعض الأولياء، أولياء الصوفية، هذه كلها معتقدات السيوطي. فهذا هو يعني، لكن هذا من الناحية الحديثية هو إنسان عنده علم جيد، وحتى في اللغة في العربية متقن لها. أحسن الله إليكم شيخنا.